كان فرد مرجع عندنا في العراق كلش كبير في زمانه، وهو المرجع الأوحد لكل الشيعة تقريبا، اسمه السيد أبو الحسن الله يرحمه. أنا شايف هذا في الحقيقة له فرد شخصية فذة، أنا ما شايف شخصية عالم هالكبر واقع أبدا، ما شفت مع العلم. أنا هواي علماء شفت في حياتي في النجف في كربلاء، علماء إيران كانوا يأتون، احنا كنا نشوفهم، فرد عالم بهذه الشخصية أنا ما شفت. شخصيته إلى حيث أن رئيس الوزراء يأتي إليه يقبل رجله، مو يقبل إيده، نوري سعيد كان يقبل رجل سيد أبو الحسن. وملك فيصل، فيصل الثاني كان شاب، التقى به مرة سيد أبو الحسن في الحضرة، مسح يده على رأسه، فيصل قبل يده. ما شايف أنا ملك يقبل إيد عالم إلا هو هذا الشخص، هذا المرجع الكبير. من الصبح لليل باب بيته مزدحم الناس، مزدحم، عندهم شغل، هذا يريد يقتل حقوق، هذا عنده مسألة، هذا يريد يقبل يده، هذا يريد يبارك له، فرق هالشكل مرجع كان. هذا المرجع الكبير الكبير يمر بالسوق، بقال، عطار، بزاز، قاعد، سلامنا عليكم، سلامنا عليكم، سلامنا عليكم، دكان دكان يسلم عليهم، كلهم يقفزون من دكاكينهم يقبلون إيده، لكن هو يسلم عليهم.